راح نتعرف على طريقة احترافية على أساس تعرف مواصفات جهازك. أولا ندخل من ويندوز، وبعدين تشغيل أو رن إذا كان جهاز كمبيوترك باللغة الإنجليزية، ثم نكتب هذا الأمر. ضروري ما تكون نفسها تماما، إذا حذفت بحرف أو لغت شيء ما بيفتح معك نهائيا، اضغط أوكي موافق. الآن ظهرت معانا هذه الشاشة، هنا تظهر لك الوقت، نظام التشغيل، تظهر لك اللغة، تظهر لك المعالج نفسه، المواصفات، تظهر لك الرام، الميموري، بس كرت الشاشة يظهر هنا ديسبلي، يظهر معك 2 جيجا بس ما تجي كاملة، تجي ناقصة. بس في مشكلة ثانية، يعني هنا أنا مع كرت الشاشة انتل، وكرت الشاشة من انتل يعني نوعا ما جيدة، لكن ليست مثل نيفيديا، نيفيديا أقوى منها بكثير في كرة الشاشة. في مشكلة ثانية إنه ما بتقدر تعرف كرت الشاشة الحقيقي في هذا النافذة، بالرغم إنها يعني فيها أشياء معلومات كثيرة، لكن نيجي للطريقة الثانية لكيف تعرف كرت الشاشة الحقيقي. اضغط هنا سكرين ريزوليوشن، ادفنس ستينج، اضغط عليه. هذه هي كرت الشاشة الحقيقي 128 جيجا، يعني 128 ميجا. اما بالنسبة لـ2 جيجا او اقل شوية، هذه هي اعتبارا ذاكرة وليست كرت شاشة. نكون في هنا قد وصلنا الى نهاية الدرس، ان شاء الله القاكم في درس قادم بإذن الله.